أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الثاني عشر. في هذا الفيديو سنقوم بمناقشة أهم المحاور التي سندرسها ونناقشها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية لابد أن نعرف أننا سنبدأ في الوحدة الثالثة، والفصل الأول فيها هو الأردن في عهد الخلافة العباسية. هنا استغل العباسيون حالة الضعف والتفكك التي كانت عليها الدولة الأموية في أواخر عهدها لكسب تأييد كل من كان ناقماً أو حاقداً عليها، خاصة العناصر غير العربية من الموالي، حتى استطاع العباسيون عن طريق مراكزهم الرئيسة في خراسان والكوفة استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة الأموية في أواخر عهدها والقضاء على حكم بني أمية. كان ذلك عندما التقى الجيشان الأموي بقيادة مروان بن محمد آخر خلفاء الأسرة الأموية في المشرق، والعباسي بقيادة عبد الله بن علي العباسي في معركة الزاب على نهر دجلة عام 32 ومئة للهجرة، التي انتصر فيها الجيش العباسي. هنا نريد أن نعرف الحميمة منطلق الدعوة العباسية. أقام علي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد بالحميمة من أرض البلقاء التي كان عبد الملك بن مروان قد أقطعه إياها حتى يبقى تحت ناظره. وكان أن نزل عنده ابن عمه أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أحد أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان على علاقة مع محمد بن علي بن عبد الله العباسي الذي تلقى تعليمه على يد أبي هاشم، إذ اشتد به المرض وهو على طريق العودة من دمشق وشعر بدنو أجله، فمال إلى الحميمة حيث يقيم ابن عمه علي بن عبد الله العباسي وأعلمه بحاله وأن الخلافة صائرة إلى ولده وكيف يصنع، ثم توفي ودفن في الحميمة. أهمية موقع الحميمة للعباسيين. هذه القرية التي تقع جنوب الأردن كان لها دور بارز في التاريخ، فكان بحكم موقعها المنطلق الرئيسي لمراكز الدعوة العباسية الأخرى في خراسان والكوفة، إذ كانت التعليمات تصدر من محمد بن علي العباسي لتصل إلى مؤيدي العباسيين. ومن ميزات الحميمة ما يأتي: أولاً، هنا وقوعها على طريق الحج والطريق التجاري الذي يربط بين بلاد الشام والحجاز من جهة والعراق ومصر من جهة أخرى، موقعها المتوسط بين الأقاليم الإسلامية. ثالثاً، أسباب اهتمام خلفاء العصر العباسي بالأردن. هنا عزيز الطالب يعود اهتمام الخلفاء العباسيين بالأردن لسببين، هما موقع الأردن المتوسط على طريق الحج الشامي وكونه ممراً للقوافل التجارية عبر الصحراء. تميز الأردن بالإنتاج الزراعي، فقد عرف في عهد الدولة العباسية باسم مخزن الحبوب، وهذا بالطبع عندما تختار الدولة العباسية أن تكون انطلاقها ومركزها في الأردن في منطقة معينة، لابد عزيز الطالب من أن نفكر سوية ما هي الأمور التي جعلت الجذب لها وكيف أصبحت مركز أعينهم ومحط أنظارهم ليقيموا فيها الدولة العباسية. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بتناوله خلال الأسبوع الثاني عشر. عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.